جهنم والحرية Hell and Freedom. المفهوم التقليدي لجهنم هو القصاص وتحقيق العدالة الإلهية من العصاة، الموقف اللي يبدو ضعيف زي ما شفنا في جدلية الجدية اللانهائية. لكن اللاهوتيين والمفكرين اللي طرحوا تصور لجهنم على إنها تعبير عن الحب الإلهي اقترحوا سبب كافي أخلاقيا morally sufficient reason لله لأنه يسمح بوقوع عذاب جهنم على العصاة، وهو الحرية. في رؤية حرية الإرادة، العقاب ولعنة العصاة هي الطريقة الوحيدة اللي من الممكن خلالها إن الله يحترم حرية إرادة العصاة. إجبار الخاطئين على دخول الجنة ضد إرادتهم تحت هذه الرؤية لا يعد فعل من أفعال الحب الإلهي. على العكس، الله بيحترم استقلالية والحكم الذاتي autonomy للبشر عن طريق السماح لهم بتشكيل شخصهم بقراراتهم وخياراتهم الحرة، ورفض تغيير شخص الإنسان أو اختياراته بشكل منفرد unilaterally من قبل الله. لو في الحياة الدنيا صنعنا من أنفسنا بشكل حر بشر أشرار فاسدين سيئ الطباع وآثمين أخلاقيا، إذن الله سيسمح لنا بالبقاء على تلك الصورة إلى الأبد. لكن لو الصورة الوحيدة المسموح بيها من الأبدية هي صورة من العذاب والألم المستمر، لماذا يسمح الله بوجود دائم بعد الموت؟ مش من الأفضل لإله محب يدع العصاة والملعونين ينتهي وجودهم تماما بمجرد موتهم في الحياة الدنيا؟ أو لو حتى العدالة بتتطلب فترة مؤقتة من العقاب بعد الموت، بعدها يختفي العصاة تماما من الوجود؟ في الحقيقة الصورتين الرئيسيتين من رؤية حرية الإرادة بيتطلبوا إجابتين مختلفتين على التساؤل ده. الصورة اللي بتنكر وجود حرية إرادة بعد الموت في الحياة الآخرة بتجادل إن ضمان وجود دائم بعد الموت في الآخرة، سواء كان الوجود ده في حالة طيبة الجنة أو في حالة سيئة جهنم، بيجعل قراراتنا قبل الموت أساسية وجوهرية، وبالتالي لضمان أهمية وجوهرية حرية إرادتنا كبشر في الحياة الدنيا الله كان لازم إنه يعطي حياة آخرة ما بعد الموت لكل الكائنات. أما بالنسبة للرؤية اللي بتشوف إن هناك حرية إرادة في الآخرة بعد الموت، الله بيعطي الملعونين والعصاة حياة آخرة أبدية وبيستمروا في استخدام حرية إرادتهم للاختيار إما بقبول وجود محبة خلاص ومغفرة الله أو رفضها. في الحقيقة بعض المدافعين عن رؤية حرية الإرادة بيقترحوا بما إن حرية الإرادة في الحياة الدنيا والمعرفة بالله ووجوده وجوهره عادة ما بتكون محدودة جدا، لأن وجود الله غير واضح أو حتى مؤكد بشكل برهاني قاطع لقطاع كبير من الكائنات الحية، بالتالي لا يوجد أحد في موضع يقدر يصنع فيه خيار قاطع مع أو ضد وجود الله إلى مرحلة ما بعد الموت، المرحلة اللي حيتكون فيها عند الكائنات الحية كلها بلا استثناء مفهوم وصورة واضحة لله. مفهوم حرية الإرادة له صورتين جائزتين. الأولى بتفترض صورة غير توفيقية incompatibilism لحرية الإرادة، بمعنى إن الفرد حر تماما بشكل حقيقي في كل خياراته قراراته اللي هي المسبب النهائي لمصيره، أي إن لا يوجد أي نوع من تحديد مسبق حتى ولو بصورة سببية لخيارات الفرد، وبالتالي لو الله سبب إن الفرد يودع في جهنم للعقاب أصبح الله المسبب النهائي لنتيجة استخدام حرية الإرادة، وأصبح البشر غير مسؤولين عن حرية إرادته. أما الصورة الثانية بتفترض حرية إرادة توفيقية compatibilism مع حتمية حرية الإرادة determinism، اللي بيشوفوا فيها إن القرارات الحرة للعميل محددة سببيا مسبقا، طالما إن سلسلة المسببات مرت بالعميل الأخلاقي العاقل الحر في تسلسل طبيعي. لو الصورة الحتمية دي صحيحة، إذن من الممكن إن الله يقرر إن كل الأفراد تدخل الجنة بحرية إرادتها عن طريق تسبيب إنهم يرغبوا في دخول الجنة لدرجة الطاعة، وبالتالي ادعاء إن الله لا يقدر على 1 إعطاء الكائنات حرية إرادة حقيقية، 2 ضمان خلاصهم ونجاتهم من جهنم، بيفترض رؤية غير توافقية incompatibilism لحرية الإرادة، اللي بتعد رؤية محل خلاف وجدل فلسفي وعلمي كبير. ارجع لحلقة إشكالية حرية الإرادة.
لكن حتى لو افترضنا قبول الوسط الفلسفي لصورة حتمية حرية الإرادة، مش من الواضح إن كانت الرغبة في إعطاء البشر حرية إرادة في خياراتهم حيعطي الله سبب كافي أخلاقياً morally sufficient reason للعنتهم تعذبهم في الآخرة. خلينا أبسط لك الصورة. مثلاً من المقبول أخلاقياً إن الآباء والأمهات يتركوا مساحة من الحرية لأطفالهم اللي قد تضع الأطفال في موضع أذى ذاتي، لكن القبول الأخلاقي للفكرة دي بيصبح أقل وضوحاً كلما زادت خطورة الأذى ده إن لم يتدخل الأهل، وبيصبح حب الأهل في اللحظة دي محل تساؤل أي إنسان عاقل. هل من الممكن مثلاً إن يكون فعلاً حب الأهل حقيقي لأطفالهم لو سمحوا لهم بالانتحار، خصوصاً إن كان الطفل صغير جداً وغير مدرك لعواقب اختياره؟ يبدو إن ليس من الحب أو الأخلاق في شيء إن لم يفعل الآباء كل ما في وسعهم لمنع الطفل من إنهاء حياته. لكن لو كان الابن ناضج وواعي لقراراته وتوابعها، البعض هيعتبر إن تدخل الأهل نوع من انتهاك استقلاليته وخصوصية الابن المشروعة. بنفس الصورة، فكرة احترام الله لحرية إرادة البشر واستقلاليتهم في صنع قراراتهم يبدو إنها بتنظر للبشر على إنهم في صورة علائقية مع الله، شبيهة بعلاقة الأبناء بالأهل، وبالتالي اللي هيشوفوا إن البشر زي الأطفال في علاقتهم بالله بسبب الفجوة المعرفية الكبيرة بين معرفة وقدرة الله المتكاملة ومعرفة وقدرة البشر المحدودة، في الغالب مش هيقتنعوا برؤية حرية الإرادة لتبرير عذاب جهنم. اعتراض آخر على رؤية حرية الإرادة بيركز على العلاقة ما بين حرية الإرادة والعقلانية rationality. الخيارات الحرة لو كان ليها أي قيمة لابد من تفسيرها عن طريق المنطق والعقل، أي إن القرارات لابد إنها لا تكون عشوائية أو غير مسببة. الأفعال الحرة لابد إنها تكون فصائل من الأفعال العاقلة، لكن يبدو إن مفيش أي سبب عاقل بيدعو لاختيار عذاب أبدي أو عدم الوجود بدلا من اختيار النعيم الأبدي. اختيار البقاء في جهنم إلى الأبد يبدو إنه قرار غير عاقل بالمرة، وبالتالي لا يمكن إننا نعتبره قرار حر حقيقي، لأن كل القرارات الحرة بالضرورة قرارات عاقلة زي ما جدلنا من شوية. المدافعين عن رؤية حرية الإرادة بيردوا على النقد ده بالتفريق ما بين الأسباب الموضوعية objective والأسباب الذاتية subjective. لو تراكم عند الإنسان قدر كافي من المعتقدات الخاطئة، إذن المؤذي والسيء بالنسبة للفرد قد يبدو مفيد وطيب له، وبالتالي بالرغم من إن قرار البقاء في جهنم قرار غير عقلاني موضوعيا objectively، إلا إنه قد يكون مسبب بدوافع وأسباب الفرد الذاتية subjectively اللي بتعد نسبية طبقا لرؤيته الوجودية. لكن حتى لو نجح الرد ده، إلا إن ما زال في أسئلة مفتوحة عن قيمة حرية الإرادة في الحالة دي. هل فعلا بالنسبة للعميل الأخلاقي إعطاء القدرة لتدمير وجوده موضوعيا شيء جيد أم سيء؟ الاعتراض الآخر إن رؤية حرية الإرادة بتفتح الباب أمام حالات غير مقبولة للبعض من الناحية العقلية. على سبيل المثال، لو الإنسان الهالك في الآخرة قرر إنه يستخدم حرية الإرادة طبقا للرؤية دي في اختيار عدم الوجود على الإطلاق، يبدو إن الله من منطلق احترامه لحرية إرادة البشر لابد إنه يحقق له إرادته، إلا إذا كان هناك سبب منطقي لعدم تحقيقه. تحت التصور ده يبدو أن الفرد الهالك قد ينتهي به الحال للإبادة annihilation أو عدم الوجود، وجهنم في الحالة دي هتصبح في حالة فصل منطقي disjunctive. في بعض الحالات هتشتمل على عذاب نفسي أبدي، وفي بعض الحالات الأخرى هتبقى الإبادة، الأمر اللي هيشكل تناقض منطقي. زي ما أنت أكيد متصور، أنصار الرؤية دي لابد أنهم يطرحوا أسباب منطقية من أجلها الله لن يستجيب لخيار الفرد ده. البعض اقترح إن الأرواح souls خالدة في جوهرها intrinsically immortal، أي إن بمجرد إن الله بيخلقها من غير الممكن تدميرها أو إفنائها حتى من قبل الله نفسه. معظم المؤمنين هيشوفوا إن الفكرة دي غير مقبولة لأنها بتقضي على فكرة كمال قدرة الله.
الفيلسوفة الأمريكية المعاصرة إلينور ستامب في ورقة بحثية بعنوان جحيم دانتي نظرية أكوينتس الأخلاقية وحب الله Dante's Hell, Aquinas Moral Theory and the Love of God نشرتها سنة 1986 اقترحت سبب آخر لعدم استجابة الله لرغبة الهالكين في الإبادة وهو إنها بتتعارض مع مبادئ الله الأخلاقية وجدلت إن طبقاً لتوما الأكويني الكينونة being والخير goodness وجهين لعملة واحدة وبالتالي أخلاقياً الله لن يدمر أي كائن إلا إن كان الفعل هيسبب قدر أكبر من الكينونة أو الخير وبما إن إبادة نفس هتقلل من الكينونة دون تعويض أو إضافة أي كينونة أخرى للكون الله مرتبط أخلاقياً بأنه لا يقبل رغبة الهالك في إبادة كينونته الفكرة دي تم نقدها بالتقليل من فكرة أن الله أولاً وآخراً مهتم بالخير تجاه عباده وثانياً بالكينونة في الكون وأخيراً الله قد يرفض إبادة الهالكين بدافع الأمل قد يبدو لنا أن من الصواب التدخل لوقف محاولة انتحار شخص ناضج في حالة من الاكتئاب حالياً على أمل أنه حيكون قدامه فرصة في المستقبل للتعافي من الاكتئاب بنفس الصورة يبدو أن من الجائز لله أخلاقياً أنه يبقي على وجود الهالكين حتى وإن كان وجودهم أسوأ من عدم وجودهم في الوقت الحالي إن كان هناك وجود لأمل حتى ولو ضئيل في أنهم يرجعوا عن عصيانهم ويطيعوا الله انطلاقاً من احترام حرية إرادة البشرية الله لن يتدخل في تغيير شخص الإنسان العاصي لكن انطلاقا من الحب والأمل الله هيرفض أن يسمح للعصاة بإبادة وجودهم وقطع الطريق على فرصة أخيرة لإنقاذ وخلاص أنفسهم لكن الإشكالية في الفكرة دي إن لو الله جعل العصاة يستمروا في العذاب فقط على أمل جواز توبتهم إذن مفيش حد حتى الله نفسه هيكون متأكد إن كان العصاة هيستمروا في العذاب إلى الأبد لأن ده جزء من فكرة الأمل لو إن الله كان على علم في معرفته الوسطى middle knowledge إن العاصي لن يطلب العفو أبداً بحرية إرادته إذن لا يوجد سبب كافي عند الله لإطالة عذابه إلى الأبد بدافع أمل ملوش وجود رؤية حرية الإرادة بتواجه معضلة حقيقية في أبدية جهنم من ناحية لو لم يوجد أمل في إن العصاة هيتوبوا ويعودوا لمغفرة وخلاص الله إذن الله غير مبرر في رفضه وعدم احترامه لخيارهم الحر في إبادة وجودهم اللي حيؤدي بجهنم على إنها حالة من العذاب النفسي المؤقت وعلى الجانب الآخر لو في أمل إن الفرد في جهنم قد يطلب مغفرة الله حيؤدي بجهنم لحالة من العذاب المؤقت لأن الله حيعفو عن الفرد ويدخله الجنة في نهاية الأمر تحت الرؤية دي صورة جهنم أكثر أملاً ليست مكان للعقاب والعذاب الأبدي لكن مكان للعقاب والعلاج النفسي الطويل بهدف المصالحة النهائية مع الله وبتصبح جهنم حالة مؤقتة بتقود الفرد في النهاية للجنة عن طريق تطهير شخصية الإنسان من العيوب والمساوئ اللي بتحجبه من الخلاص والنعيم الأبدي في وصال دائم مع الله